بدأ العد التنازلي لنهائية كأس الأمم الأوروبية لعام 2012 وأعمال البناء في المدن المضيفة ببولندا في طريقها للاستكمال، لكنها لا تخلو من المشاكل، فملعب غدانكس الذي كان من المفروض أن يستقبل المباراة الودية بين المنتخبين البولندي والفرنسي في 9 حزيران/يونيو لم يتم تسليمه بعد، فتوجب نقلها إلى وارسو. لقد عرفنا فصلي شتاء قاسيين جدا بالإضافة إلى مشاكل في بناء الإطار، وهذا كله يعني في النهاية تأخر بأيام قليلة عن الوقت المحدد لانتهاء بناء الملعب. ولكن مدينة وارسو عرفت مشاكل مماثلة، إذ سيتأخر إنجاز الإستاد الوطني بعشرة أشهر تقريبا بسبب خلل في البناء اكتشف مؤخرا، تأخير ستدفع ثمنه شركة البناء. في الأسبوعين الأولين هناك غرامة قدرها 250 ألف يورو عن كل يوم تأخير، بعدها سيكون 1.5 مليون يورو لليوم الواحد. أما خرق العقد بسبب خطأ في البناء فسيكلف الشركة 50 مليون يورو. في مدينة روكلو الملعب لا يزال ورشة بناء واسعة على عكس ملعب بوزنان القديم العهد، وبهذا هو الملعب الجاهز الوحيد من بين الأربعة ملاعب التي كان متوقعاً أن تستضيف جزءاً من مباريات بطولة الصيف المقبل، ومع هذا يحرص المنظمون على التأكيد على أن الكثير تحقق بالفعل. في بولندا لدينا قدرة على النقد الذاتي، ومع ذلك ما من بلد من البلدان المضيفة سابقاً للبطولة كان على هذا القدر من التقدم في تجهيز الملاعب. كذلك من ناحية الأمن والسياحة المنظمون يقولون أنهم حققوا تقدمات كبيرة، وبما أنها أول بلدان أوروبا الشرقية التي تنظم وجارتها أوكرانيا أكبر بطولة للقارة، بولندا في أمس الحاجة إلى إثبات إمكانياتها على المنافسة داخل وخارج الملعب.